سلام بنات، بنات كونوا بخير وعلى خير. عواشركم مبروكه باش ما تمنيتوا ان شاء الله، وعرفه مباركه. بما انه اليوم عرفه قررت نصور لكم هذا الفيديو. الله يتقبل منا ومنكم. بغيت نوريكم بعض التحضيرات المسبقه اللي كنحضرها قبل العيد، وهذا اهداء خصوصا للبنات اللي كاينين في الغربه. بغيت نعطيكم بعض الافكار، وتنتوما بغيت نزرع فيكم واحد الشحنه وطاقه ايجابيه باش نتوما تنوضوا تفرحوا برؤوسكم، تفرحوا بوليداتكم، تحسوا ازواجكم، تحسوا نفوسكم بانه كاين العيد وكاين الفرحه ديال العيد. ماشي احنا في الغربه صافي نبقاو غير دائما مكتئبين، الا البنات فرحوا بريوسكم. النهار اللي كيمشي راه ما كيعاودش يرجع. غنقاسم معكم بعض الاشياء اللي هي بسيطه، انا دائما كندير داكشي بسيط على قد العائله ديالنا. كاينه غير انا وراجلي وليداتي ومعايا اختي هذا العام. اول حاجه غادي نبداو بها، غادي نبداو بها بالخبز. بزاف ديال الناس كيقولوا لي زينه حنا راه كنركزوا على الخبز وتجينا صعيب. لا البنات، اسهل حاجه ممكن ديريها في دارك وهي الخبز. غنقاسم معكم واحد الطريقه اللي هي سهله، الخبز كيجي رائع في المذاق. فيلا البنات اللي مهتمه بالتحضيرات اللي غادي ندير اليوم تبقى معايا حتى الاخر. ونبداو البنات على بركه الله. انا كنخلط الدقيق الفورس، كنخلطو مع الدقيق ديال الفينو. البنات اللي كاينين في الانجليز راه سميتها فاين سامولينا، غتلقاوها عند الهنوده الباكستانيين، عند التواركا، عند الحوانت المغاربه، تلقاوها في ما مشيتو البنات. الدقيق اللي انا كنستعمل هذا ديال ليدل، راه ارخص واحد والكاليتي ديالته واعره. البنات كيتباع غير ب 49 بي، بعكس كاين في تيسكوز كاين غالي كيتباع بواحد وشي حاجه، وهذا راه فيه كيلو ونص البنات. يعني انا كيدير ليا بزاف صراحه. كندير انا عندي ميزاني، ما كنطيبش بزاف ديال الخبز، نطيب شي ثلاثه ولا اربعه ديال الخبزات وكناكلو منهم، اللي بقى ليا كنديروه في الفريغو. غادي نخلط بالفينو، عندي حتى هي عيني ميزاني وصافي. غادي نحرك هكا كما كتشوفوا على هذا الشكل، وغادي ندير جوج ملاعق ديال الخميره. البنات اللي كاينين هنا ها هي، راه حتى هي كنشريها غير ب 99 بي، فيما مشيتو راه غادي تلقاوها. هاد الماركه مزيانه. غندير جوج ملاعق كبار. بسم الله. غادي نخلط المسائل ديالي يعني مزيان. تقريبا البنات راه استعملت نص الباكيه ديال هذه، وغادي نبدا نعجن الخبز ديالي. غادي نحاولوا اننا نرطبوه مزيان، يعني تكون العجينه رطبه بزاف. انا غادي نوريكم في الاخر كيفاش غادي تكون. المهم انت في الاول ما تجيبيش العجينه قاصحه، ضروري تدخلي ليها الماء مزيان. كتشوفوا البنات شفتوها بقات تعجني، دخلي ليها الماء مزيان. العجينه ديال الخبز البنات ما كتبغيش تجي قاصحه، وكتبغي مزيان ترطب بالماء. عاد في التكراس كنغرسوها بالسميده الغليظه، وعلى حسب نتوما باش كتبغوا تغرسوها. المهم كيما كتشوفوا البنات ها نتوما على هذا الشكل، خاصها تكون داخلها الماء مزيان باش تجينا الكشفشه. هذا ما كطلب منك الجهد بانك تعجنيها باش دلكيها زعما مزيان، يكفي انها تكون خفيفه داخل الماء مزيان صافي. غير نخلطها دابا انا غير باش نجمع الدقيق كامل. كما كتشوفوها هو الشكل ديالها. نزيد شويه مليحه، قياس معلقة كبيرة، نزيد غير شي شوية د الماء باش تدخل هاديك الملحة. وتزيدو الملحة في اللول زيدوها، مكاين تا شي مشكل. وندوروها. دابا البنات غادي نزيدو زيت الرومية. بغيتو ديرو الزيت البلدية زيدو، مكاين تا شي مشكل. الزيت البلدية اش كدير؟ كترطب العجينة وكتخليها تجمح. هانتوما شتو
كتجمع معنا في اليد وين دوروها هكا نجمعوها مزيان. دابا غادي نخليوها ترتاح، غنغطيوها بابي سيلوفان ونخليوها ترتاح. شنو هاد الجليبات نزيدو شي شويه ديال الزيت من الفوق ونغطيو عليها. هانتوما ملي شفتوها هي بغيت تبجنات، راه ساهله ماهله. نحيدو هاد الشيء اللي صحنا في اليد، غادي ندوروها غسيل البنات. نغسل يدي ونرجع ليكم. انا جبت لكم البنات دابا ونغطيو العجينه ديالنا. صافي هي تعجنات، ساهله ولا ما ساهلاش؟ صافي البنات غنغطيو عليها، نقص معاها فينا هو، نغطيو عليها مزيان. الا بغيتي تخمر لك دغيا شعلي على الفران وحطيها في البلاصه الوسطانيه، شعلي على الفران مزيان حتى يسخن، طفي عليه وحطي هذه ديالك فين عجنتي العجينه ديالك، حطيها في الوسطاني باش دغيا تخمر لك. الا كان دابا الجو سخون ما عندكم علاش ديروا الفطر. غنخليها دابا انا هكا، غادي نغطيها بالطاب واحد الزويب، غنخليها حتى وكان تخمر، على خاطرها غدي معايا واحد نص ساعه، ساعه الا ربع حتى تنفخ مزيان وغادي نرجع لكم. وبين ما خمرت لي العجينه ديال البنات غادي نمشي نجمع جمعه خفيفه للدار، وغادي نطرق البخور ضروري كنطلق الاخره 30 من الاخر ديال العيد ضروري، كتعطيني واحد الريحه واحد الاحساس زوين في الدار بصراحه. اول البنات الخبز ديالنا راه ضاعف كما كتشوفوا. دابا نتوما البنات قرصوا بما بغيتوا، انا غادي نقرصوا بالسميده هذه، شفتوها سميده رقيقه، قرصوا ليت على هنايا. هاد الوقت انا شعلت الفرارة كتسمعوا الصوت ديالو، خصو يشعل ويسخن مزيان البنات باش يطيب لكم الخبز دغيا. راه كيدي معاكم واحد 15 دقيقه في الطياب. انا غندير فيه جوج خبزات كبارين كما كتشوفوا، الا كيتلصقوا لكم يديتكم هكا ماشي مشكل، راه غير غادي تقرصوه بالسميده غادي تجمع لكم العجينه، ولا ممكن ديروا شويه ديال الماء باش يتجمع. نحاول حنايا نخرجوا منها الهواء مزيان، انا غنقسمها على جوج كما كتشوفوا على هذا الشكل. عرفتوا اش كيبان لكم؟ كيبان ياك، راه كيبان. صافي دابا انا غادي نقرصها هنا نيت، نجمعها مزيان عاد نطلعها، عاد نحطها في الطاوة ديالتها. هي كتلصق في اليد ولكن ماشي مشكل، راه بسميدة رقيقة غادي تجمع ليكم البنات. لي هنا راه سميدة رقيقة، راه سميتها كورس سامولينا غير باش ما تلفوش. كما كتشوفوها هي كتجمع، غادا تجمع وحنا نكورو العجينة ديالتنا. هي كتلصق ماشي مشكل، هذاك التلصيقة هي اللي غادي تجيب لينا الخبزة هشيشة. صافي نكبروها بحال هكا وكنزيدو السميدة مزيان. انا درت لكم لايف مباشر بالخطوات باش بلا ما تبقاو تسولوني، كلشي انا قدامكم على عينيكم. شتوها هي خبزتي هاي تجمعت دابا، شتوها. انا غنحطها في لاطا ديالتها، نديرها شي شويه د السميده ما نكثرش، نحطها هنا. ممكن تتقرصيها كاع مباشرة، تقرصيها في لاطا ديالتها. يلا دابا بغيت تخليها ترتاح شي شوية، خليها ترتاح عاد قرصيها، وغادي نقرص أنا الخبيزة الأخرى ونرجع لكم. أنا البنات رجعت لكم من بعد ما ارتاحت الخبزة ديالتي واحد خمسة ديال الدقائق، دابا غادي نقرصها هكا باليديدات ديالي باش تجيكم واحد شي شوية معرفتش كيفاش غنقول ليها، حمرا من الفوق. غديروا شي شويه د الماء في يديكم وتقرصوها. هذه الطريقه وريتها لي واحد البنت في الصناع، جربتها جات غزاله بحال هكا البنات. نقرصوها مزيان
انا ما تعجبنيش الخبز يكون غليظ بزاف وما تعجبنيش يكون رقيق بزاف، تعجبني يكون مويان. نزيدو شي شويه ديال السميده، شي شويه شي حاجه ضريبات هكا خفافين، ونزيدو نقرصو شويه مزال السميده ونزيدو نقرصو. دابا البنات غادي نخليها تخمر واحد 10 دقائق وحده اخرى، عاد غادي نشرطها بالموس. بغيتو تشرطوها شرطوها بالموس، بغيتو ديروها بفرشيطه ديروها بفرشيطه نتوما والرشوق ديالكم. وبما انه اليوم حنا صايمين غادي ندير الحسوه ديال البلبوله، كنعشق هذه الحسوه. البنات اللي كيرضعوا شربوا الحسوه ديال البلبوله، راه كتزيد في الحليب. هنا عندي الماء بارد، غادي نزيد عليه واحد الجبانيه ديال البلبوله، حتى هي كتبعنا البنات بلا ما تقتلوا راسكم وتجيبوا الثقل من المغرب. غنزيد شويه الزيت البلديه، انتم راه باقا في القرعه جاتني هذه من المغرب، قربت تتقاد عليا. وغادي نزيدو شويه ديال الملحه. البلبوله البنات كطيب في الماء بارد، ماشي ما كتغليوش الماء. ديروا شويه المليحه، نحل لكم المسائل مزيان ونشعلوا على البوطه ديالنا. طيبوها على بوطه تكون مهيله بزاف، غطيو عليها غير شي شويه غير النص ديالها باش ما تفيدش ليكم وتوسخ ليكم البوطه ديالها. صافي مره حركوها ملي طيب نزلو ليها الحليب. خبزتناها هي دابا تنفخات، دابا انا غادي نشرطها بالموس. كما قلت لكم بغيتو ديروا ليها الفرشيطه تقبوها بالفرشيطه، ما كاين حتى شي مشكل. غادي نحطها دابا لتحت حتى تنفخ، عاد نطلعها للجهه الفوقانيه باش تحمر. صافي وغادي نوريكم النتيجه النهائيه. انا البنات شفتوها تنفخات، هاي دابا غنطلعها الفوق ونحط الاخرى غنحطها لتحت. خبزتها هي طابت البنات، والاخرى باقا كطيب، والحسوه رديتها هنايا لان جاتني كثيره في ديك الطنجره الصغيره. دابا هي قربت حتى هي طيب، انا غادي طيب غادي نزيد ليها الحليب. دابا غادي نمشي نشرب شويه ديال اللحم. غندوز دابا البنات وغادي نشرمل اللحم ديالي. موال فين كنجيبو الكبده واللحم، ساعه للاسف ما لقيناش الكبده، فانا غادي نشمر غير اللحم ديال الشوا، غادي نفطروا به غدا ان شاء الله. علاش البنات حنا كنجيبو اللحم في هذا النهار ولا الكبده؟ حيت الذبيحه ما كتجينا حتى الليله ديال العيد، كيمشيو الناس في الصباح كيصليو صلاه العيد، عاد الجزار كيمشيو لبلاصه ديال الذبيحه كيذبحوا، وما كيجيو الحواله حتى الليل. حنا كنمشيو بالليل ديال العيد عاد كنجيبو الحوالي ديالنا مقرب ومقاد، ولا بعض الاحيان كنجيبو حتى لغد لي. المهم انا الشموله ديالي غادي ندير فيها عادي بحال المغرب، غادي ندير فيها البصله، غادي ندير القزبور، غادي ندير الحلياتي عليكم، غنزيدو شويه ديال الملحه. العطريه عندي هنايا ثلاثه، الكمون كثروا الكمون، وغادي نزيد التحميره ديالتنا، وغادي نزيدو شويه ديال البزار كثروا العطريه. وغادي نرقدو كلشي بالزيت، نخلطو كلشي البنات. غادي ندير ليه بابي سيلوفان نحطو في الثلاجه حتى الغد ان شاء الله ملي نرجعو من الجامع عاد نفطرو ان شاء الله. الريحه ديالو راه كتشهي، ما شهيتكم البنات. غادي ندير دابا السيلوفان وغادي نحطو في الثلاجه. دابا غادي نمشي نوجد المسمنه ديالي ونوريكم التحضيرات النهائيه. عجينة المسمن ها هي كتبغي دليك البنات، لا عندكم شي عضلات خرجوها. يلا بحال هكا نعجنوها مزيان، هدرت فيها تاهي غير الفورس والفينو، وهي كتبغي دليك تا كتولي رطبة. ملي كتسمعوها كدير طق 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 عرفوها راها تعجنات مزيان. سمعتو هديك الطقطيقة؟ دابا هاهي نكورها، ندير ليها شوية الزيت تا هي، نخليها ترتاح واحد 10 دقائق عاد نبدا نكور فيها.
باسم المولى نمكون الكوان، الوحيد الواحد الملك العظيم، رب جيد موجود ما شفت عيان، خالقي سبحانه يفجي كل ضيم، والصلاة والسلام على النبي علان سيدنا محمد طاهر السليم، وارضى عن ألوم آلامة الخوان، الزواج والانصار أصحاب الزعيم، حيدر والصديق من نورهم سان، عثمان والفاروق الزعم النجيم، وكل تقي وسلم. هذو هما تحضيراتي للعيد البنات، حتى نتوما كتبوا لي في التعليقات لتحت الاشياء اللي كتوجدوها تقاسموها معنا. غادي نرجع لكم بفيديو جديده ديال نهار العيد، غادي يكون غالبا فلوق كيفاش كندوزو نهار العيد هنايا في الغربه. كنقول لكم مره اخرى عيد مبارك سعيد بالصحه والسلامه وطول العمر، وغادي نتوحشكم من هنا لفيديو جديد. نوح عليكم.